وتداعيتها. أرحب بضيوفي الكرام، أرحب بالسيد نور الدين بحبوح الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية. أهلا وسهلا. ضيفي الثاني هو الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمار بن يونس. مرحبا بك. عليكم السلام. وضيفي الثالث هو رئيس حركة مجتمع السلم، أرحب بالسيد عبد الرزاق مقري. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. لا يمكن بدء هذا النقاش بدون هذا السؤال، هل حدث تزوير أو تجاوزات في هذا الاقتراع؟ من يجيب؟ شكرا. شكل الانتخابات هذه شكليا كانت انتخابات، ولكن في الواقع هي كانت عملية توزيع المناصب وتوزيع عدد المصوتين على عدد المترشحين. إذا قلنا بأن الانتخابات كانت انتخابات، أنا أقول بأن الانتخابات كانت ليست بانتخابات، بالعكس كانت عملية تزوير شاملة مست كل الوطن، كل قدر الوطن، بإشراك مؤسسات الدولة الجزيرة مع الأسف الشديد. ما أدلتكم على ذلك؟ الأدلة موجودة بقوة، ولدينا هذه الأدلة وأعطيناها ودرنا الطعون لازمة، ولكن عندنا الأدلة، وحتى المترشح سي علي مفليس قدم هذه الأدلة أمام الصحافة الدولية والوطنية، والشيء هو اللي معروف لحد الآن هو هذا العمل الانتخابي اللي كان من المفروض يعطي دورة أو يعطي منعرج جديد فيما يخص بناء دولة المؤسسات، أصبح مع الأسف الشديد مهزلة، ومهزلة كبيرة. والشيء اللي لاحظناه هو المفاجأة الكبيرة من طرف المواطنين ومن طرف كل التيارات والأحزاب السياسية. السيد عبد الملك سلال أخرج مقالا صحفيا أمامنا وقال لنا انظروا كلام أحد كوادر علي بن فليس يقول لم يكن هناك تزوير، وكان هناك فرق بعض التجاوزات. هذا فرق كبير. على الساعة 9 صباحا أنا كنت في المداومة، صحيح صباح كانت تجاوزات خفيفة، ولكن التزوير بدأ على حوالي 5 من بعد 4 أو 5 مساء، وعندما طردوا كل أعوان وكل ممثلين السيد علي بن فليس من المكاتب بدأ التزوير وكان شامل. والدليل هو نسبة المشاركة، على الساعة 5 كانت نسبة المشاركة 37%، وفجأة ارتفع إلى 51%. هذا شيء غريب وغريب جدا، كي عندما نعرف بأن الانتخابات في الجزائر تجري عموما في الصباح، وكلنا نعرفه، احنا ممثلين الأحزاب السياسية نعرفه كيف تجري الانتخابات. إذن التزوير كان شامل وعام، والاستعمال لوسائل الدولة هي اللي كانت الأساس في هذا الاستعمال. نسبة 51.70% هي النسبة الرسمية التي أعلنت عدها وزارة الداخلية الجزائرية. هل هذه نسبة مريحة سيد عمار بن يونس؟ أولا كل ما يجيب الانتخابات أغنية التزوير تعود في كل سنة، في 95، في 99، في 2000، كل ما تجي انتخابات أغنية التزوير تجي. ولكن اللي متفاجئ أنا المغني بالتزوير هو سي نور الدين بحبوح، هو نعرفوا التزوير الفادح اللي صار في 97، وين خرجنا كلنا الى الشارع، كل التشكيلات السياسيه خرجت الى الشارع باش تندد بالتزوير تاع 97. والمترشح تاعو قال بوندو تقريبا شهرين يدعو الجزائريين باش يخرجوا يصوتوا بقوه لهذه الانتخابات، كانت عنده مصداقيه بالنسبه لهذه الانتخابات. طيله الحمله الانتخابيه ويدعو الشعب الجزائري يخرج يصوت بقوه، بدا يتكلم على التزوير بعد اسبوعين من الحمله الانتخابيه. ال 15 يوم الاولى تاع الحمله الانتخابيه ما سمعناش ولا كلمه على قضيه التزوير. في الاسبوع الثالث بدا يتكلم على التزوير وقال وصرح، وانتم صرح عندكم، صرح في كل قنوات التلفزيون العالم، اللي عنده جيش تاع 60,000 مراقب. اذا الجيش تاعو تاع 60,000 مراقبين مشاو راقبوا كل مكاتب التصويت، ولاحظنا على المباشر في القنوات التلفزيون الخاصه الفرز على المباشر في عده مكاتب اصوات، وما لاحظنا اي تزوير. هذا على المباشر، والصحافة الدولية متواجدة في الجزائر. إما نشوفوا كل ما الشيء اللي يتقال بعد هذا الحملة الانتخابية بعد الاقتراع ما سمعناش يعني هذه كلمة تزور يعني كما كنا نسمعها خاصة في سنة 97. إذن النسبة كانت نسبة معقولة. لما نشوفوا عدة الأحزاب اللي نداوا إلى المقاطعة وبعض التهديدات على الانتخابات، نسبة 51.7 نسبة معقولة ونسبة مقبولة. ويقابلك في هذا الأستوديو أحد الذين دعوا إلى المقاطعة، بل سيد عبد الرزاق مقري نظمتم تجمعا في حي المدنية في جوار مقام الشهيد، وكنا معكم، ويعني لنحاول أن نفهم لماذا دعوتم إلى المقاطعة وهل استجيب لكم؟
تحية طيبة لك وللضيفين وللمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موقفنا من هذه الانتخابات جعل لا نتفاجأ من النتيجة التي تحصلت. نحن قلنا بأن هذه الانتخابات ستكون مهزلة ولن تكون فرصة للتغيير والإصلاح السياسي لأنها ستكون مزورة، وهكذا كان الحال. قبل أن نعود إلى قضية ماذا كنتم تريدون تأجيلها؟ لا، كنا نريد نقول بأن الانتخابات هذه يجب أن تقاطع لأنها لا تمثل لكن فرصة للإصلاح. وصلت العهدة إلى نهايتها. لا، أنا لم نقل لم ندعو إلى تأجيل الانتخابات. لا، قلنا بأن نحن دعونا في البداية ضمن عمل مشترك مع العديد من الأحزاب إلى توفير شروط النزاهة التي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية أرجو أن تدعي الفرصة لأحللها جيدا، وهو الدعوة إلى أن يكون تنظيم الانتخابات من قبل لجنة وطنية مستقلة كما هو موجود في العديد من دول، تقريبا 70 دولة تعمل هكذا، أي ليست وزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات بل وزارة الداخلية تمثل تعطي اللوجستيك، تعطي كل ما يساعد على ذلك، وتكون لجنة مستقلة تنظم الانتخابات. وكذلك طالبنا بأن نطلع على الكتلة الناخبة، على من يصوت، هذا اللغز الكبير الذي لا يعرفه أحد. وثالثا طلبنا في الجزائر لا نعرف من يصوت؟ لا نعرف من يصوت، ومعروف أن النظام السياسي الجزائري كان قد توسل الاتحاد الأوروبي في 2012 ليشارك في مراقبة الانتخابات واستجاب الاتحاد الأوروبي، وفي الأخير لأنه في تلك المرحلة كانت الجزائر أعطت رشوة بخمسة مليار دولار للأفمي، وأفمي حولها لليونان. اتهام خطير هذا. هذا الأمر معروف ومعلوم، لا يوجد من يجهل بأن الجزائر في تلك المرحلة أقرضت للأفمي 5 مليار دولار، على كل هذا هامش يعني. المهم أن الاتحاد الأوروبي لما جاء أعطى توصية بأن الانتخابات لا يمكن مراقبتها إلا من خلال معرفة الكتلة الناخبة، ولكن للأسف الشديد النظام الجزائري لم يستجيب للاتحاد الأوروبي رغم إلحاحه لحضور الاتحاد الأوروبي. 22 مليون ناخب مشكوك في أمرهم؟ لا نعرف من يصوت، يعني كان الطلب هو أن يعطى لنا قائمة أن سيدي إكسبلوطابل، يعني يمكن استعماله، يمكن معرفة في كل مركز اقتراع بل في كل مكتب من يصوت حتى نعرف ما هي النسبة الحقيقية للمشاركة ومن يصوت مرتين أو ثلاث مرات وغير ذلك. على كل حال هذه لم يستجب لهذه المطالب، فقلنا إذن بأن الانتخابات ستكون مزورة. ولا بد أن نؤكد بأن التزوير الانتخابي في الجزائر هو رياضة وطنية لا يجهلها أحد، يعني نحن نستطيع نفس كل الدول ونأخذ كأس العالم في التزوير، هذا شيء معروف. يعني انتخابات 95 كانت زورت، ومدير الحملة الانتخابية نتاع زروال جاء للمقر وأخبر الشيخ محفوظ نحناح بأن انتخابات زورت وعليك أن تصبر لأنها زورت المصلحة الوطنية. 97 سي عمارة كنا مع بعض في الشارع يعني ضد التزوير. اليوم والي سابق والي كان عنده نفوذ اللي هو فريك يعني أعطى شهادات صادمة، شهادات خارقة العادة بتفاصيل كبيرة كيف كانت تعطى لهم تعليمات التزوير وكيف يزورون بدقة كبيرة جدا. واليوم سي علي بن فليس البارح أنا أسمعه في وسائل الإعلام يقول بأن كل انتخابات الرئاسية كانت مزورة، يعني هذه مسألة معروفة. إذا تريد أن أشرح لك كيف يكون التزوير، لو مثلا نتحدث على نسبة المشاركة، هم أعلنوا بأن 51% يعني في قرابة 11 مليون و300 ألف فقط. يعني توضيح يعني للضيفين القدرة على الرد متى دليل يعني رياضي ممكن دليل أن تشارك في النقاش. أعطيك دليل تتسير النقاش. دليل رياضي يعني كالكول يعني ماتيماتيكي يبين لك باللي النسبة مضخمة، 11 مليون و300 ألف تقسمها على عدد البيرو دفوت، على عدد مكاتب مركز الاقتراع، نعم تقسمها على 11 ساعة تاع اليوم تعطيك 226 شخص يصوت في الساعة، يعني بمعدل واحد كل ثلاث دقائق، والمعروف أن التصويت يدوم 3.5 إلى 4 دقائق للشخص الواحد. نعم. ويجب أن يكون واحد كل ثلاث دقائق بدون توقف منذ أن يفتح مركز الاقتراع إلى أن ينتهي. هل شاهد الجزائريون الطوابير في كل مراكز الاقتراع بدون توقف؟ لم يشهد الجزائريون هذا، لم يشهد الجزائريون هذه الفكرة وصلت. يعني المسألة واضحة ودقيقة. نتقدم. وأقول لك نعم. أين يقع التزوير على طريقتين. التزوير على طريقتين، هناك التزوير تاع النهار اللي هو تزوير سياسي وتشارك فيه أطراف كثيرة جدا جدا وعلى رأسها الإدارة، خاصة التزوير عدة مرات. وهناك التزوير الذي يأتي في الساعات الأخيرة قبل
الساعة الأخيرة قبل غلق مقفيات بالاختراع وبعدها اللي هو تزوير بالإعلام الآلي بالإنفورماتيك يعطيك التدون أن شيفر يعطيك رقم وانت تدز معهم بعد ذلك. طبعا كل هذا يعطيك كتلة ناخبة صوتت وغير حقيقية. نحن إلى أدلة علمية ولكن أكد في الأخير نعم. 51% رغم أن هذا الرقم رسمي نعم. ولكنه انتصار المقاطعة نعم. لأن المقاطعة نزلت بالرقم الرسمي نزلت المشاركة بنسبة 25%. ماذا يعني الآن؟ يعني زور ما قدروش يواجهوا الحقيقة فقالوا 51% وهذا انتصار برقمهم. لديك تعليق سي نوردين؟ بطبيعة الحال أنا نتفاجأ كي سي عمار بن يونس يقول بلي ما كانش تزوير. التزوير بدأ أولا من طرف استعمال ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى هي الإدارة اللي كانت مجندة بقوة. الوسيلة الثانية هو كان المال الفاسد. استعمل المال الفاسد في الانتخابات هذه تشريع الانتخابات الرئاسية بقوة وكل المواطنين شاهدين على هذا الشيء. والعامل الثالث؟ العامل الثالث هو نهاية هو وسائل الإعلام وكلنا تبعنا مع الأسف الشديد تلفزيون معجورة اللي كانت تهدد كانت تروغ كانت تتكلم في كلام خطير جدا ومفاد هذا الكلام هو بأن هناك تخويف المواطنين وهناك رعب في داخل المواطنين وعدم استقرار وهذا الشيء اللي هو مؤسف جدا. نعم. هذه النقط الثلاثة اللي كانوا شاهد عليهم المواطن. لنتقدم قليلا في هذا النقاش. لو سمحت عادل بعث تريد أن ترد توضح بيان سور. نعم. ثم نتقدم لابد. في النقاش. نعم. لما السي نوردين يتكلم على قضية الإدارة وقضية التزوير بدا قبل هم شاركوا في الانتخابات هم عارفين هذا الشيء يعرفوا الإدارة الجزائرية يعرفوا كل شيء وخاصة المترشح تاعهم كان أمين عام لحزب كان مدير حملة الرئيس في 99 كان رئيس حكومة يعرف مليح يعرف أنتو كيعرف خير من الإدارة الجزائرية تريد أن يقاطع لما شارك في الانتخابات شارك إذن الانتخابات كانت عندها مصداقية ولما فشل في الانتخابات قال هناك تزوير دقيقة فيما يخص الكلام اللي قالوا السي عبد الرزاق موقري تكلم على نسبة المشاركة اللي هي ضئيلة جدا ويرجع هذا إلى أنه المقاطعون هما اللي استفادوا من هذا الشيء السي مقري شارك في الانتخابات في 2012 في الانتخابات المحلية والتشريعية ونسبة المشاركة كانت 44% وشاركوا بكتلة الجزائر الخضراء كل الأحزاب من التيار الإسلامي تكاتلوا باش يشاركوا في الانتخابات ونسبة المشاركة كانت ب 44%. إذا نظن عدم مشاركة حركة مجتمع السلم طلعت نسبة المشاركة ب 8% في هذه الانتخابات والشيء اللي حركة مجتمع السلم نعرفوها يعني منذ تأسيسها شاركت في كل الانتخابات بدون استثناء ما عمرها ما قطعت اي انتخاب وخاصه مع الانتخابات تاع سي عبد العزيز بوتفليقه كانوا في 99 في مديريه الحمله في 2004 في 2009 قاطعوا الانتخابات كيفاش يعني ونشوف نتذكر باللي كل الكوادر تاع حركه مجتمع السلم مشاو امام التلفزيون الجزائري باش يدافعوا على شفافيه الانتخابات وقالوا انا ذاك بلي كل الانتخابات كانت نزيهه وشفافه كيف فجاه في 2014 الانتخابات تصبح مزوره لنفس الحزب يشارك في كل المسار الانتخابي الجزائري سيد عمار لحظه فقط سيد عمار بن يوسف انت تتحدث من موقع المنتصر مهما كانت الارقام انتم المنتصرون اذا ماذا ستفعلون بالمنهزمين وماذا ستفعلون بكل الذين شككوا أنا في الإخوة ذو يعرفوني نعم. أنا رجل ديمقراطي والديمقراطية بالنسبة لي هي الحكم المعارضة وما قدروش نبني الديمقراطية بدون معارضة ومعارضة قوية هل تؤمن بمبادرات سياسية الآن تختزل في عبارة سياسة مد اليد مثلا لا شوف ماذا سيفعل بعلي بن فلس هذا كل احنا واش شغله واش يعني واش يعني هو مسؤول سياسي يجي انشاء حزب سياسي يدخل في تكتل سياسي هذا الشيء يهمه وانا امن بزاف بالديمقراطية وبالمعارضة لابد بن فلس معارضة هذا هو اللي اختار طريق بيسر معارضة راه معارضة أنا أدق في مقاله سي عمارة لكن بإيجاز أنا كنت نتمنى أن سي عمارة يتكلم الحجة بالحجة لأن أعطيته أنا أرقام وأعطيته حجة دامغة وأعطيته تاريخ وأعطيته أحداث وذكرته أسماء هو لأنه ما عندوش حجة سي عمارة بدأ يتحدث عن التاريخ ويتحدث على حركة مجتمع السلم كانت في كذا وكذا هذا لما الإنسان ما يكونش عنده الحجة يروح لهذا صحيح حركة مجتمع السلم كان حركة مجتمع السلم كانت في الحكومة وكانت هناك معارضة داخل حركة مجتمع السلم أنا كنت من يقودها ويعرفني باللي ما بدلتش وما غيرتش ويعلم هذا بأن لم أبدل لكن كنتم ولكن كنتم في الأغلبية الرئاسية مؤسسات الحركة كانت هكذا ونحن جربنا وهذا هذا يزيد نقوة ويزيدنا مصداقية وشرف علاه لماذا آمنتم ببوتفليقة
ما سحبتم. معنا احنا خلافا للاحزاب الاخرى. اذا انتم جربنا من داخل بانصر شاركتوا في حكومات مزوره شاركتوا في حكومات مزوره جاني جاي شوف احنا جربنا من داخل باكش من كاش من نسقموا ما قدرناش يعني شوف ولا ينبئك مثل خبير. دوكا انا كي نتكلم وحزبك يتكلم يقول للجماعه الحزبيه ودي غير ما تحاول ورانا احنا حاولنا ورانا ما قدرناش ورا النظام مغلق. شوف 2009 شوف 2009 كيف حاولتوا 2009 نسقى قليلا السنوردي معليش تفضل سنوردي تفضل. ايه اذا ما سي عمر يتكلم والله انا نتفاجئ بطبعه حرم في جوج ضد راك شوفها لا 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 احنا مقاطعون ومنهزمون سنوزع الكلمه بانصاف لا لا تقلق احنا مع المنطق احنا مع المنطق وضد اللا منطق هذا هو احنا موقفنا فقط يعني نعرفوا بعضنا لا نعرفوا بعضنا كلنا هذا المنطق تاع بالعقل خلينا نتكلم عندنا نتكلم كما قال تترك من جانب الفايز والفايز بالتزوير عم من حقك الدافع الدين انت ما كاش واحد يعرف التزوير كيما انت في البلاطو هذا سبحان الله العظيم نور الدين انا كنا في 97 في الحكومه كنا في 97 في 97 كنا في الحكومه كنا في البرلمان 156 نايب بس نور الدين 156 نايب وانا كنت خلينا نتكلم معاك انا نتكلم خلينا نتكلم معاك 106 مقرب يضحك خاطر الشركه 156 يعرف هذيك الحاله سبحان الله العظيم تتكلم منه من وراك من ورا هذا الشيء لا نور الدين انت كنت رئيس الكتله البرلمانيه سبحان الله العظيم كنت رئيس خليت كنت رئيس الكتله البرلمانيه المعارضه وسمو قاطعني رئيس الكتله المعارضه كنت رئيس الكتله البرلمانيه وتتذكر يا سي تزور نور الدين معليش اتذكر اتذكر لا لا انت اللي بدلت انت اللي بدلت نور الدين كنت شارك في الشارع كنت في الشارع لا 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 انت كنت في الشارع سي مقرب لا لا أنا وياك في الشارع 97 لا لا رحت معنا يومين في الشارع يومين في الشارع رجاء 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 أنا رجاء أنا رجاء عندما يتكلم كل انتخابات المشاهد المشاهد لن لحظة توضيح فقط بين قوسين المشاهد لن يفهم شيئا عندما يتكلم ثلاثة أشخاص يعني عندما يتكلم سي سي عندما يتكلم سي عمارة هذا الديمقراطي إنه ديمقراطي هذا حق عربي إنه ديمقراطي وماذا يفعل بالمعارضة يقول لك بأن يمن بالمعارضة هل عمارة ما يجهلش بأن منذ ما جاء السي بوتفليقة المعارضة هم مشت الأبواب غلق اسمح لي الأبواب أغلقت وسي عمارة بالذات كان يعاني ونتذكر ونجبد كان يعاني من تهميش حتى 2011 عندما أعطي له كما أعطي لنا تبدو قلقا على 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 مستقبل الكتلة التي تدافع عنها انا مانيش قلق لست قلق بالعكس انا مرتاح احنا مرتاحين احنا مرتاحين انا مرتاح انا اتكلم انا مرتاح انا مرتاح هل تعتبر نفسك يعني انهزمت انا لا احنا ما هزمناش تعرف شو هو الشيء اللي وقع في الواقع هو اراده الشعب حولت هذا هو الشيء الواقع هذا هو الشيء اللي المنع نعود الى اراده الشعب هذا هو الشعب نعود الى اراده الشعب في الجزء هذا هو الموقف نعم. الحاضر والحاصل انتهى الجزء الاول انتهى الوقت الناس انتهى الوقت المخصص في وضعيه مقلقه ومحرجه ونعود احنا جايين نخدموا الجزائر الجزائر برضه ان شاء الله نعود الى نقاشنا بعد 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 قليل ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج حديث العواصم توقفنا عند إرادة الشعب الجزائري سيد عمارة بن يونس الشعب الجزائري ربما لن أكشف عن سر إن قلت إنه يتساءل ما هي آفاقه السياسية الجديدة بعد هذه الانتخابات الآفاق السياسية نظن ككل بلدان الديمقراطية الحكومة تحكم والمعارضة تعارض هذا هو مبدأ الديمقراطية احنا رانا في أحزاب اللي نظلنا مع السي عبد العزيز بوتفليقة انتهت الانتخابات الرئاسية رانا في الأغلبية الرئاسية وكان هناك معارضة اللي راهي في بداية تكوين وتشكيل هذا المعارضه نظن باللي الشيء المهم الاهم شيء بان هذه المعارضه ما يكونها ما تتعرقلش خلاص في تنظيمها ودائما عندنا نورمالمون انتخابات تشريعيه في 2017 كل الاحزاب السياسيه هي روحها ونمشيو ثاني مره اخرى امام الشعب الجزائري في 2017 لانتخابات تشريعية ولكن أهم شيء بالنسبة لي كرجل ديمقراطي كأمين عام للحركة الشعبية الجزائرية لابد أن الممارسة السياسية تكون ممارسة سياسية قوية ودائمة ماشي الناس تغيب الساحة السياسية كل الرجال السياسيين تاع المواسم كيجي موسم تاع الانتخابات يجوا لابد أن الطبقة السياسية تؤثر الشعب والمجتمع الجزائري المعارضة عندها عندما كانت في الحقل السياسي الجزائري وأحزاب الحكم أيضا عندهم المكان تاعها واللي يفصل بيناتنا هو دائما الشعب الجزائري ما هي الملامح الجديدة للمعارضة الجزائرية سي نور الدين بحبوح هل سينضم
علي بن فليس إلى كتلة سياسية معينة؟ أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال نقول لك بأن نعطيك واحد معقولة قالتها تاتشير، أعطيني معارضة قوية أنا سنعطيكم سلطة وحكومة قوية، هذا يعني مصطلح موجود هذاك. أما الآن عندما نتكلم عن المعارضة، هل المعارضة هي في حد ذاتها فقط تقدر تلعب الدور هذا، عندما السلطة تلعب دور آخر مخالف لها وتلعب دور خطير جدا؟ نعم. المعارضة السلطة، خلينا نتكلم سؤالي، سؤالي هو عن الملامح السياسية للمعارضة. نعم. خلينا نتكلم السلطة الحالية رافضة حتى المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان، ليس بمعارضة وكلنا نعرفه هذا الشيء اللي ما ذكرها. أنا ممكن أنا لحد الآن أشك بأن السلطة ستسمح للمعارضة أن تقوم بدورها الحقيقي. طيب على ضوء هذا فيما يخص علي بن فليس نعم. علي بن فليس دار إعلان أمس وقال بأنني سأكون موجود في الساحة السياسية بأي شكل وسأقوم بدوري كرجل سياسي وكفاعل في السياسة. ومد الملامح الأولى لممكن إنشاء حركة أو حزب سياسي ويبقى في المعارضة، لأن يعتبر بأن مع الأسف الشديد الجزائر فقدت في المرحلة هذه فقدت مناسبة جد وحسنة لإخراج البلاد من هذه الوضعية. نعم. سيد عبد الرزاق مقري، هذا خبر مفرح بالنسبة لكم، احتمال انضمام علي بن فليس إلى كتلتكم؟ احنا الصورة كانت واضحة لدينا، احنا كنا نقول بأن الكثير ممن شارك في الانتخابات سيخيب أمله وظنه، وأن جبهة المعارضة ستتوسع، هذا الكلام الذي قلناه، ونحن بدأنا نعد في مشروع الانتقال الديمقراطي. كانت بينكم اتصالات؟ كانت بيننا اتصالات قبل أن نعلن نحن المقاطعة وقبل أن يعلن ترشحها الرسمي، ونحن الآن في اتصالات مع بن فليس وغير بن فليس، وكان يقول سأنضم إليكم مع بن فليس وغير بن فليس. الآن الكثير من الشخصيات السياسية وكثير من الأحزاب وستتوسع جبهة المعارضة وسنذهب الانتقال الديمقراطي. ولابد أن أؤكد الآن المسألة هي مسؤولية وطنية، البلد في خطر، نظام الحكم هذا نظام فاسد، لا يحتاج مني وقت أن أتحدث عن سجلات والفضائح تاع الفساد الموجودة، نظام فاشل اقتصادي، ولابد أن نتحدث عن الاقتصاد وأبرهن على نتحدث عن الاقتصاد. سنتحدث عن الاقتصاد وسأبرهن، وأمامي وزير يشتغل في قطاع اقتصادي، يعني وهو أمامي، يمكن أن أتناظر معه في الأرقام الموجودة التي أرقام الحكومة في مجال الاقتصاد، ونظام قامع للحريات ونظام أفسد العمل السياسي ونزع منه الأخلاق. نحن لما نرى كيف أديرت الحملة الانتخابية. نعم. من نظام الحكم ومن أبواقه وكيف يشيطنون ويخون الناس، في فترة سابقة كان نظام الجزائر كغيره من الأنظمة العربية حاط التيار الإسلامي ويشيطنه. انظروا ماذا فعلوا بن فليس، جعله عاملا لإسرائيل وعاملا لفرنسا وعاملا للمغرب، لأن المغرب بالنسبة لهم عدو. ألا تبالغ قليلا عندما تتحدث عن القمع؟ يعني أنت تشك في الشيطنة التي وقعت والتخوين. كل خطاب وكلاء رئيس الجمهورية عندما يرسم رئيس الدولة في الكاريكاتير، هل هذا قمع؟ كل خطاب وكلاء رئيس الجمهورية هو الشيطنة والتخوين. يعني في السابق كانوا يشيطنون الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية درتهم ورجوا، يعني لما ما دخلتش وجدوا أنفسهم لابد أن يشيطنوا من ينافس على الحكم، اللي كان هذه المرة الدالة تاع بن فليس، وجعلوه يعني فاسد وتكلموا على أسرته ودخلوا في القضايا الشخصية. معنى ذلك أن هذا النظام غير أخلاقي. نعم. هذا النظام لا يتسم بالأخلاق وهو خطر على الجزائر. أحسنت فعلا بحديثك عن الاقتصاد. هذا الكلام هذا يقول لك النظام غير أخلاقي والقمع والتخوين والتخويف والشيطين. يعني هذا غلط، هذا غلط سي مقرين. انت بدات كاش نهار انت ستطلع لك قمع في كرئيس عمرنا احنا. الم تستعملوا الدين سي عمار؟ لا احنا انتم استعملتم الدين، خليكم اسمعوا لك تهضر انت سي عمار، استعملتم الدين. وزير حقه حتى ان كان منتصرا حقه ان يجيب. انا اقول عماره بن يوسف كلامك بلا حب يقول، استعملتم الدين. وزير شؤون دينيه افتى فتوى في قضية. نعم. الانتخابات. الوزير وزير التربية
قال بان بسبب بوتفليقه جاء المطر وجاء طيب وجاء البترول. وضح فقط وضح نقطه من بوتفليقه ولي من اولياء الله. توضيح 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 ضروري ومواجهه مواجهه الله. سي عبد الرزاق توضيح ضروري. يا سي عمار استعملتم الدين يا سي عبد الرزاق لاغراض سياسيه في هذه الانتخابات. سي عبد الرزاق اسمعوني توضيح توضيح. هذا البرنامج ليس محاكمه لضيف من الضيوف. لا ولكن انا شوف سعاد انا سؤال سي عمار بنوس هل قمتم بتخوين غير ولا ما قمتم؟ هل استعملتم الدين ولا ما استعملتم؟ سي عبد الرزاق ارتاح. شكرا لك يا سي عبد الرزاق تفضل سي عمار. جاوبني يا سي عمار. أكبر إيجابية بدون مقاطعة أكبر إيجابية عن الحملة الانتخابية وأكبر إيجابية في التطوير السياسي في الجزائر وفي تعميق الديمقراطية في الجزائر أن رئيس حركة مجتمع السن يعني يستنكر باستعمال الدين لأغراض سياسية. هذا نظن بلي فوز كبير للديمقراطية وللجزائر أن رئيس حزب إسلامي أن حزب إسلامي يستنكر استعمال الدين. يا عبد الرزاق يحترم يا عبد الرزاق نحن نخدم الدين بالسياسة وبالسياسة ولا نستعمل الدين يا أستاذ عبد الرزاق لا نكفر الناس يا أستاذ عبد الرزاق نحن لا نكفر الناس أستاذ عبد الرزاق أنا نشيط الناس باسم الدين أنا استعملت الدين أستاذ عبد الرزاق أستاذ عبد الرزاق استعملت الدين يا أستاذ عبد الرزاق سيدي الكريم سؤال 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 بصفتك لنستمر لنستمر في يعني في النقاش من تقدم سي عبد الرزاق تعالوا شويه لا تقاطع والله ما قاطع ويقاطع لنا شوف رجاء لا تقاطع الوقت يمر الوقت يمر رئيس حزب كان يعتبر روحه علماني وكان يعتبر روحه هو يحارب ضد وبعدين هم يستعملوا الدين تفضل خرجنا من هذه العلمانيه خرجنا سمارة سمارة تفضل تفضل احنا الحمله الانتخابيه تاعنا ونعترف نعترف بهذا الشيء درنا الحمله الانتخابيه على اساس الحوصله تاع سي عبد العزيز بوتفليقه ومن اهم هذه الحوصله تكلمنا على استرجاع السلم والاستقرار والمصالحه الوطنيه وحنا بالنسبه لنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هو اللي راح يضمن بالنسبه لنا عمرنا ما قلنا بلي الاخرين راهم يدوا الجزائر الى كارثه انتوا كشخصيا عمري ما قلت انا قلنا بلي هاد الناس بالنسبه لنا هاو يقولوا حبس انا نجاوب لا 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 ستتدخل ستتدخل ستتكلم دونك شي شي قلت خويا حنا استعملنا حنا قلنا باللي لابد ان رئيس عبد العزيز بوتفليقه هو اللي راح يضمن السلم والاستقرار الى الجزائر والشعب الجزائري خاطر هذا الناس كسوا المقاطعون ولا اللي يتكلموا باسم التزوير عندهم تقريبا سنه اكثر من 2011 السي مقري يتكلم على الشعب يريد الشعب يريد الشعب يريد وتكلم حتى على مرض الرئيس وسي عبد الرزاق تكلم واحد الوقت على استعمال الماده 88 وبعد تراجع باللي بعد ما فشلوا في انقلاب عسكري ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه انقلاب طبي ضد عبد العزيز بوتفليقه حاولوا يمنعوه من الترشح لما المجلس الدستوري اعطاه الرخصه باش يترشح قال لك دركا قضيه التزوير والشعب يتكلموا باسم الشعب الشعب تكلم الاول امس الشعب تكلم وتكلم بقوه وكلكم تعرفوا يعني باللي الشعب سيد عمار بن يوسف تعرف ان المشاهدين الجزائريين كثر سينودين بحبوح كنت على راس وزاره يعني ذات اهميه في الاقتصاد الجزائري سابقا وهي وزاره الفلاحه الشعب الجزائري يعني ايضا هنا لا اكشف عن سر ان قلت انه مهتم باقتصاده وبامنه الغذائي وماذا تنتظرون الان ما هي اهم الخطوات التي لا بد منها لطمانه هذا الشعب الجزائري على يعني على على واقعه الاقتصادي قبل ان نتكلم على هذا الشيء نتكلم بودي نتكلم على الحاصيه اللي كانت لكن بإيجاز حتى نتقدم نتكلم على الحاصيه اللي كانت من هي الوسيله الوحيده للدفاع عن المترشح رئيس الوحيده وثاني ما تقاطعنيش هذه الكلمه ما تقاطعني الوحيده انا بالنسبه لي خليني يا خويا عقب عليا المشكل الكبير هو كيف متقاطعوا انا الوحيد اللي ماشي نقاطع في الناس انا الوحيد اللي ماشي نقاطع في كيف نبقى ديمقراطي حقي اذا الحاصلة سي عمار بن يوسف عندما مارسها وتكلم تكفل بوزارة الصناعة نتذكر واش دخل يقول اننا فشلنا والسياسة المنتهجة قبل الوزير اللي سابقه كانت مش في الطريق الصحيح عمري ما قلتها رئيس تفضل رئيس الجمهورية عمري ما قلتها خلينا نتكلم انا ردي ما قدرتش خليك رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية رئيس السياسة فشلت رئيس العدل كنت نتكلم معاك خلينا نتكلموا وين قلتها وين قلتها رئيس سي 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 وين سي 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 وين نجيبوها ما كانش سي سي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يقول باللي فشلنا ويقول بان اخطينا في الانتخاب عندما كان مع رؤساء البلديات تلقى وزير يستخلف وزير واحد اخر وينتقد وزير صحة ينتقد اللي استخلفوه
وهذه هي الصراع داخل، كأن الحكومة ليست حكومة موحدة ولكن أشخاص مكون الحكومة، هذا في مصر حاصرة. عندما عمار بليس يتكلم، سي عمار يتكلم على الاستقرار، نجاوب بكل صراحة لأننا كنا في ممكن في كنا في كتلة واحدة ضد الإرهاب، وكنا من الناس اللي ندعم كل ما هو ضد الإرهاب. يقول بأن السلم المستقرار جابوا سي بوتفليقة، هذا خطأ، هذا خطأ، خلينا نتكلم، هذا خطأ، خطأ خطير جدا. السلم والاستقرار جابوه وسائل، وسائل الدولة، جابوا الشعب الجزائري. إذن هذا الخطاب والتخويف والترعيب كان خطاب موجود. لم ندخل بعد في الاقتصاد، سؤالي متعلق بالاقتصاد. أما الآن في مخصص الاقتصاد، الاقتصاد بكل بساطة 650 مليار دولار أكثر ولا 700 مليار دولار في حوالي 15 سنة. ما هي نسبة النمو؟ نسبة النمو أقل ولا حوالي 3%. هل هذا منطق؟ عندما نعرف بأن 50 مليار دولار كان البلوم أرشار. ما الحل؟ ما الحل؟ الحل هو بناء اقتصاد إنعاش حقيقي. من أين البداية؟ وبناء اقتصاد مبني أساسا على خلق الثروة بدلا من إنفاق الثروة. Nous sommes dans une économie de dépense de richesse et non de création de richesse. هو الواقع اللي موجود. نحن في نظام ريعي. ما هي المفاتيح؟ ما هي المفاتيح؟ نظام ريعي. المفاتيح ما هي المفاتيح؟ نعم. المفاتيح بأن الثقة تعطى لكل الجزائريين، وننهي كل تصرفات هذه اللي مبنية على النظام الريعي، اللي مبنية على النظام سمعت أمس كلاما طبق الأصل على لسان عبد الملك سلال يقول الكلام ده. هذا هو الشيء، هذا باش تميز، هذا باش تميزت الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية تميزت بحاجتين، تميزت بالبلاجيا، تميزت حتى في الخطاب في الحملة الانتخابية كانوا يتكلموا على مصطلحات اللي كانت المترشح سي علي بفليس. شوف يعني حتى يتكلموا عن إنعاش. البارحة تكلمنا في نسمع في السيد ممثل جبهة التحرير الوطني في القناة يتكلم بأن يبنيوا دولة المؤسسات، هذا يعني اعتراف بأن دولة المؤسسات غير موجودة، اعتراف بأن الديمقراطية غير موجودة، اعتراف يقول بأن الأحزاب السياسية ستعطى لها، ويقول فيها الآن سي عمار ستعطى على عبد الرزاق مقري تعتبر نفسك من المعارضة طبعا. إذن شوف شوف يعني الخلل. نعم. والخطاب السياسي اللي هو في حد ذاته خطاب سياسي غير مقبول تماما. نعم. واليوم راهم هما احنا مرتاحين، هما راهم في وضعية مقلقة وعلى فين على لماذا؟ لأن الشيء يبان في الأيام والأسابيع المقبلة. في أكبر النماذج الديمقراطية عندما تنتقد المعارضة سياسة اقتصادية ما تقدم بدائل. شوف أنا لن تجرني إلى هذا. لماذا؟ لأن إذا لازم تعطيني الوقت أنا عندي بديل كامل وتحديك. شوف تحديك دير معايا نقاش على 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 البيلو وعلى المستقبل. ما يهمني هو المستقبل يعني الأفاق الاقتصادية الآن. هؤلاء الذين قاموا بالحملة الانتخابية يعني وكأنهم رام يتحدثون على مرشح راح يحكم من جديد، ويريدون أن يخفوا على الناس بأن هذا الذي حكم الجزائر حكمها لمدة 15 سنة وأنفق قرابة 800 مليار دولار. فما هي الحاصلة؟ وأنا أمام وزير في قطاع اقتصادي إذا يقدر يكذبني. أكثر قرابة 800 مليار دولار الحاصلة، لازلنا تابعين للمحروقات. الحاصلة أن القيم المضافة على الاقتصاد ما تجاوزتش 4.9% وانت في هذا القطاع. القيمة المضافة مساهمة الفلاحة لم تتجاوز 10.10%. حتى حينما يتحدثون عن البطالة 74% في الخدمات ليست في الصناعة وفي الفلاحة، وهو يعلم بأن هذا خطر على البلد. كذلك 32.5% في القطاع الخاص، وهذا خطر كبير يعني لأن القطاع العام منفوخ بأموال الدولة. إذا أنا أقول لو تذهب، شوف لو تذهب للبرازيل، شوف البرازيل خليني نبين الفشل تاعهم قبل. 90% في البرازيل من اليد العاملة في القطاع الخاص، 92% في تركيا في القطاع الخاص، الصين في 82 كانت 2/80 بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن تطوروا اليوم راهو عندهم 1/1 يعني عدد العمال اللي في القطاع الخاص وما عدد العمال اللي في القطاع العام. بعد عامين من الآن، بعد عامين من الآن والخطر، شوف والخطر الكبير سي عادل، الخطر الكبير أنهم كسروا
لا ريغلو دور، القاعدة الذهبية كسروها اللي كانت منذ زمن بومدين بأنه لا يجب أن تكون ميزانية التسيير من أموال المحروقات اليوم ثلثي ميزانية التسيير من المحروقات. بعد عامين سي عمارة لا يستطيع أن ينقذ. لم تجب على سؤالي. عندي سي عمارة يعرف بأن 71% من العمال من أجور العمال هي من البترول والغاز. إذا وقع انكسار في أسعار البترول ونحن لا نتحكم في هذا، سؤالي السيد عمارة بن يونس هو بعد سنتين من الآن راح نجاوبوا شوف ولا بد أن نتكلم على البديل. أنا نهضر ما هو البديل. هذا هو كان السؤال، هو كان حول البديل وحول الحلول الاقتصادية. أنا مش في الحكومة، أنا الدور نتاعي نعارض ودور تاعي ننقد وانا نوجد برنامجي في الحكومه. بعد سنتين ستطرح عليكم هذه الاسئله، ماذا تقترحون على الشعب الجزائري؟ برنامج انا الان لا يمكن ان اجر الى الحديث عن هذا وننسى الفشل والفساد الذي تفضل سامر تفضل. هذه الحصاله اللي درها السي عبد الرزاق مخلي، هذه الارقام الحكومه، هذه الارقام تاع الحكومه تذكر الشعب الجزائري، خاطر الشعب الجزائري ما ينساش 12 سنه هما في الحكومه تاع بوتفليقه. دونك اذا انت تقر بالسنه يا استاذ عبد الرزاق، يا استاذ عبد الرزاق، استاذ عبد الرزاق، نتكلم مع عبد الرزاق. الحمد لله رجاء اتفقنا، يعني اتفقنا قبل هذا النقاش ان نحترم بعضنا البعض. ما اديش الاسئله والاجوبه. اذا كي تكلم على الصناعه، وانا تتكلم جيت تكلمك على الصناعه، جل وزاره الصناعه من تاع السي عبد العزيز بوتفليقه ومن حركه المجتمع السلمي. اذا انت تقر بالمفاهيم. خليني نجيك يا سيدي عبد الرزاق، خليني نجيك يا سيدي عبد الرزاق، دعوه يكمل رجاء. الاقتصاد الوطني ماهيش حاجه سهله، حتى سي نور الدين كان وزير الاقتصاد، كان وزير في تاع الفلاحه ويعرف مليح المشاكل. احنا الاقتصاد الجزائري عنده متواجه تحديين اساسيين. التحدي الاول هو الانتقال من اقتصاد بيروقراطي الى اقتصاد السوق، اقتصاد سوق. والتحدي الثاني هو انتقال من اقتصاد ريعي، اقتصاد بترولي، الى اقتصاد انتاج. هل معقول ان تباع العمله الصعبه في الشارع؟ راني جاك هل معقول؟ لا السنه اللي جاك ما لازم نروحوا درجه بدرجه، لان هذه هي اللغه التي يفهمها يعني احنا. شوف احنا السياسه الحكومه تاع عبد العزيز بوتفليقه فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص خاصه قضيه الانعاش الاقتصادي، شفنا في السنه الاخيره برك عده استثمارات اجنبيه كبيره جدا، لان لابد نتكلم الشعب الجزائري يعرف شي اللي راه صاير في الاقتصاد وشي اللي صاير في الصناعه. شركه رونو السياره الاولى تخرج في نهايه السنه في الجزائر، عندنا شركه لافارج متواجده بقوه، شركه مرسيدس بنز درنا معها اتفاقيه كبيره، شركه الاخرى اكسا جيت الجزائر. اذا استرجاع طلبتم من هؤلاء الشركاء توظيف العامله الجزائريه؟ بيان عامله جزائريه وانتقال التكنولوجيا. شوف 51 49، لان وهم يعرفوا مليح هذا الشيء. نعم. المشكل في الجزائر وانا ما عندناش مشكل تاع اموال، عندنا مشكلين اساسيين. المشكل الاول هو التحويل تاع التكنولوجيا، والمشكل الثاني هو قضيه تاع المانجمنت، لان عندنا تاخير كبير، وهذا حتى واحد ما يقدر ينكر بلي كان هناك تاخير كبير فيما يخص المانجمنت. ولكن السياسه المنتهجه من طرف الحكومه هي سياسه قويه فيما يخص الانعاش الاقتصادي، لان التحدي اكبر تحدي في العهده هذه الى 2019 بحول الله هو خاصه قضيه البطاله، وخاصه قضيه بطاله الشباب والنساء الجزائريين. ستتقلص البطاله؟ وباش نقضيوا على مشكل البطاله، وتعرفوا انتم مشكل عالمي هذه قضيه تاع البطاله، لابد يكون انعاش اقتصادي قوي. والسي عبد العزيز بوتفليقه راه يعني خذا في السنوات الاخيره هذه قرارات فيما يخص الانعاش الاقتصادي، لان بدون انعاش اقتصادي من المستحيل القضاء على لنصل الى وزير الفلاحه السابق. والله سعد الرزاق تفضل. والله ما تزعفش، خلينا انا ما نزعفش، انا انسان. شوف كاين اعتراف مباشر من طرف عمارة بن يونس وين يقول باللي فلابد يعني 15 سنه وكان الاقتصاد الجزائري في ركود تام. عندما تقول يا سي عمار، عندما تقول عن الاقتصاد الجزائري لديه تحديين، عندما تقول هذا الشيء ما تقطعنيش. تفضل. ويقول باللي لازم الاقتصاد الوطني يخرج يصبح اقتصاد محرر، ويتكلم ويعطي واحد الامثله، يقول لك رونو في المغرب دارت اتفاقيه مع المغرب
معمل اتفاقية شركة فرنسية شركة في الجزائر شركة جزائرية لا ما تقارن ما تخلينا نوضح قل لي شركة جزائرية شركة باسم رونو 51% الجزائريين شركة جزائرية في المغرب شركة فرنسية ما تقاطعنيش يا سي عمارة عندكم واحد الخطاب هذا هذا ما تقاطعوا ما تقاطعوش انا ما قاطعت حتى واحد انا قاطعتك انا قاطعتك عندما يكون الكلام بان فيه تحويل من نظام ريعي الى نظام هذاك يعني هذا اعتراف غير مباشر بان النظام الحالي نظام ريعي وفشل وفشل عندما كيف الخروج من هذا النظام الخروج قلت لك الخروج هو اشراك كل المتعاملين الاقتصاديين نقاش سياسي واضح حول التوجه الاقتصادي للجزائر لحد الان الجزائر مسيره من طرف شخص هو كل شيء هو وزير هل تعتبر ان المحروقات هي فخ فخ كبير جدا والشيء اللي مؤسف مع الأسف الشديد والشيء اللي غير مقبول تماما 15 سنة بمداخيل ضخمة عمرنا لقدرنا نقلص من التبعية من المحروقات عمرنا لقدرنا بالعكس بالعكس زدنا ارتفعنا صبحت 78% المداخل تاعنا كلها المحروقات وحتى الوعود التي أعطيت فيما يخص التصدير ما كان حتى وعد ما كان حتى واحد كان محترم لحد الآن اليوم يجيوا يقولوا لنا بأن في العهدة الرابعة كما راهم يقولوا الشباب يقولوا أعطونا العهدة الرابعة سنعطي المشعل للشباب لا ما أعطيتش المشعل لا ذاك الآن يقولوا أعطيونا لا نتكلم اليوم يقول لك أعطيونا هذا العهدة لكي نغير ضيوف الأعزاء ضيوف الأعزاء سنحاول أن نوزع يعني بقية 3 دقائق سنحاول أن نوزعها عليكم بإنصاف وبإيجاز في دقيقة واحدة دور لك سيد عبد الرزاق المقري الجزائر اليوم هي في سياق جيوسياسي أنا أحيي سي عمارة بن يونس أنه لأول مرة مسوى هذه تحسب له اعترف بأن 15 سنة هي فشل وراح نبدأ الآن هذا شيء جيد نحيي على هذا أما الحل نديره كما أندونيسيا يقول اقتصاد ريع واقتصاد بيروقراطي نعطي له نموذج اقتصاد ريع وبيروقراطي اللي هي أندونيسيا 1980 80% كما احنا المداخل تاعهم من خارج المحروقات اليوم راهم دولة صناعية خرجت من المحروقات في 8 سنوات فقط استطاعت اندونيسيا ان تنتقل من 15% لو بي بي الفالور جوتي تاعها من المداخل تاعها من الصناعات من 15% الى 51% هل اندونيسيا انتهت الدقيقة تفضل لا فيما يخص الاقتصاد لازم نذكر الاخوة اللي عندنا تقريبا بعض الاسابيع مضينا العقد الاقتصادي الاجتماعي للنمو ومضات الحكومة والنقابة للي جي تي وكل أرباب العمل إذا كان توافق كبير حول التنمية الاقتصادية حول السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر حول سياسة الشراكة في الاقتصاد شركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الأجنبي هذا هو مفتاح تاع الاقتصاد الوطني الجزائري المفتاح ماهوش في أندونيسيا المفتاح في الجزائر لا سعد الرزاق لا 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 دقيقة الثالثة هي من نصيب سينور الدين بحبوح تفضل الدقيقة الثالثة أنصحكم بأن أنا قلت بكل صراحة قل بكل صراحة لأن الآن راهم في وضعية محرجة ويتكلموا على حتى على شبه برامج من طرف المترشحين الآخرين ونسوا بأن السيد المترشح واللي أصبح اليوم رئيس الجمهورية كما قلتها بتزوير شامل وكامل أصبح كامل وشامل خلينا نتكلم راهم يتكلموا ويقولوا بأننا عندنا مشروع برنامج مبني مع الكتلة اللي كانت تدعم هذا رئيس الجمهورية بدون إشراك المختصين الحقيقيين وبدون إشراك المجتمع الجزائري هذا هو الخطر المجتمع الجزائري عبر على الصوت تاعو المجتمع الجزائري عبر هذا هو الإشكال المطروح سننتظر في الأسابيع المقبلة إن شاء الله ونشوفوا كيفاش هذه الحكومة والله هذه السلطة كيفاش راح تجي نخدم الشعب نور الدين جاي نخدم الشعب نور الدين نفس الشيء احنا نخدموا احنا معنا اي حق شكرا لك 15 سنة تخدموا خدمنا في 15 سنة نخدموا 2017 15 ولازم تصبروا حتى 2019 طورتوا الريع وطورتوا الرشوة احنا خدمنا نصبروا حتى 2019 وقد انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج استاذ نور الدين بحبوح شكرا لك على استجابتك لدعوتنا وشكرا للسيد عمارة بن يونس الله يوفقك شكرا وشكرا للسيد عبد الرزاق مقري شكرا لمشاهدينا الكرام على المتابعة ابقوا على فرنس 24